لحد دلوقتي. يعني دي اول بطولة عالم ليا جبت 2 ذهب. بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله اولادنا اول بطولة عالم. لسه بيقول يا هادي ما شاء الله، طبعا ربنا يحفظه، لسه بنقول بطولة عالم يخبط 2 ذهب ما شاء الله عليه. البطولة دايما بتكون يعني ليها وضع تاني، اكيد في قلق، في ضغط، كل واحد فينا بيحاول ان هو يدخل جو البطولة من اول يوم. في ناس بتكون عندها مشكلة ان انا هدخل ازاي، هعمل ايه، التفكير الزيادة. بتكلم مع حنين، حنين انت عندك خبرة دلوقتي تعتبر، تمام؟ البطولة اللي فاتت دي الموضوع كان شوية في ضغط زي ما عرفت من الدكتور محمد، عشان سن لسه طالع السن جديد، فحوار اصعب شوية. تمام، ايوه احكي لنا بقى البطولة، مشوارك في البطولة ازاي، ايه اللي حصل، يعني بدأت ازاي، لعبت مع مين في الكوماتيه؟ انا كان مع الكوماتيه. لعبت اول ماتش مع رومانيا، يعني قدر الله ربنا ما وفقنيش في المسابقه دي، بس ربنا كرمني في المسابقتين التانيين. طبعا ربنا كرم بعد ربنا، والمدربين طبعا ما سابونيش طبعا، وعلى راسهم المستشار رامي. زمايلي ورايا دايما شجعوني طبعا، عشان كنت انا لسه طالعه سنه صغيره في السن، ما بين زمايلي مريم شريف وتسنيم، هم اكبر مني، فكانوا دايما معايا وبيشجعوني وطمنوني نوعا ما ان هو سهله وان شاء الله خير يعني.